ضربة موجعة، مدرب الجزائر يتحدى المغرب. وجه الناخب الوطني المحلي مجيد بقرة ما يمكن وصفه بالضربة الاستباقية للمغرب نظرا لإمكانية ملاقاتها في الدور القادم لكأس العرب. وتحدث بقرة في هذا الشأن قائلا: صبيحة اليوم المنتخب المغربي يقدم بداية دورة جيدة ونحن جاهزون لملاقاة أي كان. ووصل بقرة في نفس السياق: تواجدنا في هذه الدورة هدفه لعب مباريات في مستوى عالي. ولم يظهر الرجل الأول في الطاقم الفني للخضر بقرة أي قلق من أسود الأطلس رغم عروضهم القوية منذ بداية كأس العرب.